شكرا. صحة وهنا. صباح الخير. صباح الخير. غلطة بنومي، ليش ما فيقتني؟ القلب على القلب. نعم بيسان. الظاهر ما فقتي أنا سمر. إيه يا روحي، كتير زعلت. شو؟ لا يعني ما لبقت لك تصرفاتك بنوم. شو بالضبط اللي بدك تحكي؟ طبعاً، بس تصرفكن هاد ما له عذر، مو هيك؟ قديش خجلت قدام تحسين؟ صار شي بيناتكن ما؟ مو بس مني أنا، ومن تحسين كمان لازم تعتذروا. والأمور مخربطة كتير. تمام يا روحي، منحكي بعدين. أكيد بنحكي، شغلتي لي بالي. بيسان عم تعتذر، محرجة كتير ما قدرت تجي لعنا. مثل ما توقعت بالضبط. صاير شي؟ فيروز، أنا ممكن أضطر روح لأمريكا. في شي مو منيح؟ كنت قايل شغلة مو مهمة مشان المكالمة اللي إجتك مبارح. مزبوط مثل ما عم تحكي، بس إذا ما تدخلت ممكن تكبر المشكلة. قديش رح تبقى؟ ما بعرف، يمكن 10 لـ15 يوم. بالوقت يلي اتخذنا قرار زواجنا، وأنا كنت عم أقول نبدأ بالتحضيرات فورا. الزواج سهل، بس ارجع منحلها. شو يعني منحلها؟ الزواج مانو شغل، وكمان مانو شي بيتجهز وبيتحضر له مسبقا مثل الاجتماعات تبعك. أنا آسف، استخدمت الكلمة الخطأ. إيه، ما لبق هالشي لرجل ظريف مثلك أنت. أنا آسف. كتير فاجأتني. عم تستخف بموضوع الزواج كل هالقد؟ مو حلو بنوب؟ أكيد معك حق، بترجاك اعذريني. غير هيك أنت اللي عرضت علي الزواج، وقت يلي حكيت هيك تهيأ لي إنه أنا اللي طلبت منك الزواج، ما عم صدق. فيروز، بترجاكي لا تخجليني أكتر من هيك. الظاهر من الأفضل نبعد عن بعضنا كم يوم، بهالفترة بصير قدامنا فترة تانية نقيم فيها بعضنا البعض. برأيي ما في شي نفكر فيه. عكل إن أنا مضطرة أروح على البيت. الفطور صار جاهز بجنينة. بتأخر، بدها تجي بيسان. لا تعملي هيك بترجاكي، أنتي رايحة لأنك زعلتي. لا، مو حابة نضطرها لبيسان. أصبح أنا بوصلك. ما في داعي بنوم، السائق بيوصلني. تقلن يجيبولي شنتي من فوق من فضلك؟ لازم أطلع فوراً. كمان مو مخلصون؟ شبعت. بس ما بيصير، هيك عم تصعب لي شغلي. على الأقل اشرب عصير الفواكه. عم بتعب وقت الشرب. وانت اشربه شوي شوي على مهلك. تمام، بكفي هالقد. رح خبره للدكتور بالشغلات اللي عم تعملها. صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم؟ أنا جنبه، يلا أنتي روحي وافطري. كمان المسا كلياتنا تركناك لوحدك. ما كنت لوحدي، إجوا بيت عمو سليمان، بعدين وقت راحوا مر لعندي عدنان بيك. مرتاح باله بلا ما يشوفك. قال لك إنه رايح اليابان، ما هيك؟ ايه حكينا، ودعته من الليل. طبعا مراد ما قدر يجي لعندك، مو هيك؟ سهر لوقت مأخر مبارح بالليل. اكيد قال لك عدنان مهند عملها لنهار مفاجأة. كمان هي اللي انبسطت اكتر شي، اثنيناتهم كانوا مبسوطين بسهرة مبارح. المسا ما رجعوا، سهروا مع رفقاتهم بالياخد. شو مدموازيل، عم نلعب لعبة القط والفار؟ وين ما بروح بلاقيكي قدامي، شو القصة حبيبتي؟ اجيت شوف بشير شوي.
أكلت؟ عدنان بيك تارك لي ملاحظة الصبح مشان نطلعك على الجنينة. الجو كتير منيح، شو رأيك؟ بس هيك ممكن يكون مو منيح عليه. سألت الممرضة قالت لي إنه ما في مشكلة بنوب، بالعكس قالت لي إنه الجو النظيف بفيده كتير. منيح، أصبح ما في مشكلة. تاركتك بين أيادي أمينة. يلا خليني لبسك شي شغلة مشان نطلع. أروى، خلينا اليوم نتغدى سوا. مو ممكن، عندي شغل. طيب المساء. حلمي، بترجاك لا تصر كتير، ما عاد حابة التقي معك مرة تانية، أكيد. ما رح أتخلى عنك، حطي هالشي براسك. مرحبا حلمي، وأنا وقت اللي سمعت هداك الصوت الناعم قلت لحالي شي حدا عم يمزح معي. أروى بترجاكي، لازم شوفك. لا تقلق، رح نشوف بعض بقاعة المحكمة. وينك لهلا؟ قد ايه الساعة؟ عفوا سيدي، كان في أعمال حفريات بالطريق. هالشي مستحيل، أنا بحياتي ما سمعت هيك سخافة، والحقيقة أنا مستغربة كتير كيف بتعمل مثل هيك شي. أنا نفذت الأمر اللي أمرني فيه عدنان بيك، هو اللي طلب مني أعمل بحث. أنا لو كان عندي خبر ما كنت سمحت بهيك شي بنوب. هلأ جاي حضرتك عم تقلي؟ لأنه ماني عرفان كيف رح خبر عدنان بيك باللي سمعته، حبيت أنت تعرفي بالأول. أنا ماني حابة لا أعرف ولا أسمع أي شي بهالموضوع. عينك عينك هيك؟ معقول حملة هالتشويه هي لساتها مستمرة؟ هاي المرة عم تكذب. أولاً الرجال اللي عم تستخدمه مين هو؟ سائق هداك الوسخ. مفكر إنه ما حكى هالشي لحلمي أونال؟ عملنا معه اتفاقية كتير منيحة يا خانو، ما بعتقد يقول له. ما بتعتقد؟ يعني مالك متأكد؟ طيب كيف متأكد من إنه فيروز خانو وسمر عم بيحاولوا يمنعوا زواج مهند؟ شو الإثباتات اللي عندك يا حضرة المحامي؟ مو ممكن تكون هاي وحدة من وقاحات حلمي أونال؟ بترجاك لا تشوش له راسه لأخي بمثل هاي السخافات، ومشان سمر كمان هاد رح يكون شي بيحرجها كتير. ما فيك تتهم حدا بأقوال اثنين ما بيعرفوا شو عم بيقولوا بنوب. يا خانو أنا حبيت قلك اللي عرفته بس مو أكتر. وما لازم تقول لأي حدا تاني، ما رح تقول له أي شي لعدنان بيك. خلص تسكر هذا الموضوع. عدنان بيك إذا سمع من حدا تاني إنه أنا ما قمت بعملي، أنا بتحمل كل المسؤولية. صباح الخير. صباح النور. إيه شو اللي عرفتوه؟ Thank you.